شبيها هاي الطفلة هاي؟ والله هاي الطفلة اليوم صار فوق الشهرين ما ضايقت تمه. تقدموا له مساعدات انت؟ نقدم له مساعدات احنا جماعة الهلال وجماعة الدعم اللوجستي والقوات الأمنية، قاعدين نقدم لهم وزارة الحشد الشعبي، وهذا التمة هسه أشوف صار له شهرين عدل ما مر. ايش قد تستقبلوا الناس يوميا الناس الحين؟ والله كميات هواية. يعني اذا تلحقون تقدموا له مساعدات واكل وشرب؟ نعم نلحق يعني نقدم المساعدات، احنا بالنسبه لنا قاعد نقدم الصمون والاجبان والتمر والمطبخ مشتغل، التمن والمرق وكافه الشيء، طبخ مستمر 24 ساعه 24 ساعه طبخ مستمر. الطبخ يومي مستمر والعوائل يومية نزوح، هاي مثل ما تعشف جنابك، هذا نزوح يومي للعوائل، هاي من النساء والرجال والأطفال، وعندنا هذا الطبخ المطبخ هذا يومي يطبخ وجبات أكل الصبح والظهر ووجبة عشاء. زين الناس هسه من يجوكم وما ماكلين تمن شلون نشوفوهم انتم؟ والله نشوفهم هم يجون على التمن، أول ما يجون يجون على التمن، يعني تقول هاي التمن كان شيء مفتقد عندهم، يعني شيء ما موجود. يعني ناس تعبانه جوعانه، كان شيء تعبانه بشكل يعني. يوميا ايش قد تخلصون تمن؟ والله اقدر اقول لك مرات خمسه اكياس، مرات تصل للعشره اذا ازمت الامور. ما تشد تمن، هسه تشد تمن، الله ينتقم من داعش. اي والله. باسم عشيرتي احيي هذه القناه الشريفه النزيهه، والله 24 ساعه نركض ننقل النازحين من مكان الى مكان اخر، ابطال الفرقه الذهبيه، ابطال الشرطه الاتحاديه، ابطال الفرقه التاسعه. جل اليوم تحررت والدواعش كانوا حارمينا، كنا ناكل تمن مكسر وناكل الحطه المعفنه، نشرب من السواج الميه، ما يعطونا الميه. شلون تشربوا ميه من السواج شلون؟ ما يعطونا المياه، المي يجري من عندهم واحنا نشرب. يعني المي يجري من عندهم؟ ايه. ونتمطر الدنيا نشرب مي الوحل. والساعه تاكل؟ بدنا ناكل تمن، اربع اشهر صار لنا ما ماشلين تمن. شلون اشوف تعاون القوات الامنيه وياكم؟ والله ما شاء الله استقبالهم حيل زين. شي اشكر كادر الموصليه. ثاني شي احنا عندنا مشاكل. احنا جينا من البيوت، ما جينا من الشارع. جينا على المخيمات ما طلعوا من حق النازحين. شي اللي يجي يبوقونه هم ومديرهم، مدير ناحيه علم يتعدى. وثاني شيء ما طلعوا من حق اي نازح، واحنا لفينا المصري ولفينا السوري وفتحنا بيوتنا، احنا اهل الخيرات، احنا برمضان شفتوا خيراتنا ايش قدها برمضان. يعني هسه انت حجيه ساكنه بالمخيم؟ هسه انا ساكن بالمخيم من يوم 27/2، منطقتنا مو امنه، بيتنا وقع بيها هاون. يا منطقه ابتدائي، احنا من المامون. شو وقت نزحتوا؟ ويوم 27/12. من المخيم ليه تاخذين مساعدات؟ والله هسه كل شيء ماكو، انا اقول لك بالعدل. بس جو نشكر، احنا نشكر اول شيء نشكر المرجعيه. والله طلعوا من حقنا وقدرونا. ونشكر محافظ نينا وابن السلطان. ونشكر امين احمد الجبوري، هذول الثلاثه صحيح قدروا النازحين لكن غيرهم لا والله. يعني حجي هسه انت جيتي من المخيم ليه انا تاخذين اكل؟ منو؟ انت؟ لا انا ما جاي، انا بدي اطلع اليمن والمنشات هي اللي زتتنا. ليش احنا نطبخ مخيماتنا ونتسوق؟ اي نعم نتسوق من جيوبنا، ليش نروح نشحذ منين ومنين؟ هي هاي قاعد تجي من الدول النازحين. ليش ياكلونها؟ بدك تلاحظين هسه خطيه النازحين اللي يطلعون، يعني شوفي حتى خطيه ما عندهم تمن، ما عندهم. ان كل النازحين اكو معوقين، اكو مصابين، بس تعال شوف مخيم الحمام ايش قد بيه، ناس واقعه ما عندها. خلي يا اخي شويه المسؤولين، خلي يجرون عدل، خلي يجي واحد يقلبه ينطي حق المسلم. كل شيء ماكو، كل شيء مبردات وباكات جت للنازحين قبوها. Thank you.
نستقبل تقريبا يعني اقل شيء بال 200 300 نازح. يعني لاحظت ان النازحين كلهم يقولون صار لنا شهرين ما ماكلين تمن، انتم ايش قد تسوون لهم تمن يوميا؟ يوميا تقريبا ما يقارب 10 قدور، يعني تقريبا بل 26 كيس 27 كيس يوميا يسوون. تلحقوا لهم يعني اذا تلحقوا لهم؟ الحمد لله لحق للنازحين، وبالاضافه يجون من المخيم الحمام يجون هنا. يعني اكو نازحين من مخيم الحمام؟ من مخيم الحمام يجون يستلمون مساعدات منا ويرجعوا لافادي. الزايد عندنا ننطيهم. ان كان صمون او جبن او مساعدات، يعني الموكب اللي ينطيه الموجود هنا الزايد ننطيهم. هاي مرد انا صايم. من الزنجيري. شو كنت حرفتك؟ اليوم. يعني عبرونا معاهم دروع بشرية، يعني عبرون ويانا، واللي يطلعينها زمنية جاني يقضبوا يذبحوه. اللي عنده موبايل يذبحوه. يعني تشتلوا أولاد عمي، خذوا أخوي عبن عنده موبايل كورك، اسمه موفق، عنده زوجتين. زين شنو شعوركم استعدتوا تحت سكن القوات الأمنية؟ يعني نقول الحمد لله والشكر لله، الله يحفظكم، الله يستر عليكم إن شاء الله، وإن شاء الله موفقين. إن شاء الله يا ربي الله يحفظكم. صار لنا يمكن اكثر من 6 اشهر احنا ما شايفين لا تم لا عدس لا كل شيء، قمنا ناكل ورق سجر ورق مال عنب، والحمد لله من مطره قلنا ناكل نشرب مي بير، ناكل حنطه مسلوقه، وين رجع علي المرض كل اسبوعين جرعه، صار عندنا غدد من الهبطات والقصف والهاونات، هذا ابني صار عنده جرثومه كان يوصخ علينا روحه ما يدري بنفسه. اي والله والله يحفظكم ان شاء الله، وان شاء الله منصورين دنيا واخره. سرطان بالغدد. شلون جاك المرض؟ بالهبطات على الخوف طلعت لي الغده، صار عندها بنات. وتعرف محاصرين ما نقدر يعبر ويقضبوا ويذبحوه من كبيرهم لصغيرهم. ما يعذرون. صار لي سنه على هاي الحاله. كل اسبوعين جرعه. زين ما رجعت المستشفيات مال داعش؟ رحت على مستشفى هاي العام اخذها بالعام. المستشفيات بس الدكاترة يعني هم قدماء يعني ما دواعش، بس هم بها الدواعش مسيطرين علينا، فتون علينا حتى عرضها تقطوا نزل خمار نزل خشاوة، يعني ما يعذرون احنا مرضى وما يعذرون الما عنده، نقول لهم ما عندنا حق باص ورقة بالفين، يقول مشكلتكم. زين هسه انت تحررتي وين رايحة؟ والله جينا هنا على الله ثم عليكم، ورايد مثل ما يقول اريد يعني تصرفوا لي اموال، حالتي تعبانة. اي والله على مدة عائلة صاحب اطفال الله يرضى عليك، واني هاي صار لي السنة 3 سنين بلا راتب فراشة بالمدرسة اداوم مدرسة الفلاح الطيران مدرستي، هاي 3 سنين بلا راتب اريد يقومون يعني يقومون براتبي يعجلون ينطوني اياه، حالتي تعبانة بيتي متضرر. اي والله حالتنا حيل تعبانة، يقومون يصرفون براتبي اداوم مدرسة الفلاح والغدد يعني ورمد ما عاد استجيب العلاج، سويت زرع النوب على العمليه يعني صار عندي اورام زاد الورم. يعني ماي بير تشربون؟ ها؟ ماي بير؟ ايه شربنا ماي بير. وحنطه عندكم ماي دواء؟ لا والله لا والله والله اللي مبايع يعني ينطوه اكل ينطوه قنينة غاز ينطوه مواد من الجامع، واللي ما مبايع ما ينطوه. اي والله الحمد لله والشكر لله. عندي 4 اطفال الله يسلمك الله يعافيك، بس اريد يقومون بصرف رواتبي يعجلون بيها صاحب اطفال.